السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعتبر المحاضرة دي أول محاضرة في البايثون. ده موقع عبارة عن إيديو بلوكس، يعني هتتعلم من خلال البلوكس، يعني ممكن تقعد تبرمج من غير ما تكتب ولا سطر، إن أنت بتوصل الحاجات ببعض، عاملة زي سكراتش. إحنا هننقل بقى من سكراتش لتعلم لغة البايثون. فهنا مثلا بيقول لي اكتب اسم المشروع، تمام، وأنت عايز تعمله بإيه، بالبايثون 3 ولا بلغة الـ HTML، والشيء من اللي ما تعتبرش لغه بس تجاوزا يعني. والمايكرو بت ده بتبرمج لوحات الكترونيه، يعني بعد كده تبرمج بقى ماذر بورد ولوحات وحاجات زي كده. وده كان مشروع معمول في بريطانيا ان هم يخلوا الناس كلها تتعلم، ولا سيركت بايثون ولا ريسبيري باي، وده برضو تبرمج لوحات وهنشوفها بعد كده ان شاء الله. طيب خلينا نبدا نقول له بايثون 3، ما بقاش حد بيبرمج في بايثون 2 دلوقتي. طيب عايز تخليها بلوكس ولا تكست اونلي؟ فدي بعد كده نبقى نبرمج بالتكست اونلي، لكن دلوقتي نخليها بلوك. واقول لك ليه ده يعتبر النقله، تمام؟ ليه انا ممكن اكتب الكود هنا وممكن اشتغل بهنا. طيب انا هنا عندي ستارت كود هير، هتبدا كود من هنا. طيب امبورت هتاخد بقى معلومه من بره، امبورت تايم، امبورت ماس، هتبدا تحمل مكتبه معينه ان شاء الله مع الوقت هناخدهم كلهم. هنا مثلا هقول له اطبع لي كلمة هلو وورلد، تمام، اوتوماتيك كتب لي الكود. يعني لو انا مش عايز اشتغل بالبلوكس ممكن اكتب الكود برنت هلو وورلد. طيب خلينا اكتب برنت. اول ما بكتب كلمة برنت صح يبدأ ان هو يغير اللون بتاعها، وهقول له اكتب لي هنا هلو غزة، تمام. يبقى دي اتكتبت من خلال البلوكس، لكن دي هنا انا كتبتها من خلال الكود وشفرة البرمجة. وهقول له رن هيبدأ يشغل الكود، فلاقيه كتب لي هلو وورلد، هلو وورلد كتبناه بلوك، وهلو غزة كتبناه كود. فهيخليك تتعود على الكود، يعني انا لما اعمل حاجة هنا هي اوتوماتيك هتتكتب هنا. يعني لو دخلت ماس مثلا وبدأت احط اي شفرة هو يبدأ ان هو يعملها. مثلا خليه يطبع لي بدل هلو وورلد يطبع لي الراوند ديت، فكتبها لي كده برنت راوند 1.5، تمام. فلو قلت له هات لي الاوتبوت هيحسبها لي ويبدا ان هو يجيبها لي. وكذلك لو انا عايز اعمل لوجيك مثلا اف كذا اعمل كذا، فيبدا ان هو يبرمج لي حاجه معينه. مثلا اهي تلاقي كود اتكتب اف ترو باص، تمام. طيب يبقى انا ممكن اقول له ايه، اطبع لي كذا لو هي ترو. اهي طيب ممكن بدل ترو دي نخليها برضه عملية حسابية، لو ان الواحد مثلا بيساوي كذا، تمام، يبدأ ان هو يعملها. فانا هنا اتعودت ان انا اعرف ازاي اكتب بلغة البايثون. اف ترو لو العملية حسابية مظبوطة اعمل برنت راوند كذا، تمام. طيب الاوتبوت بتاعها هيبدأ ان هو يعملها. طيب على ما اعمل ممكن اعمل لوب واقول له ايه، لو الاي ديت من 1 لـ10 ابدا اطبع لي مثلا حاجه معينه. خلينا مثلا ندخل هنا على الستيتمنت واقول له اطبع لي، بص هنا الكود هيتكتب ازاي، هلو غزه، بس هيكتبها كم مره بقى، من 0 لحد 10. فكده انا اتعلمت ببساطة ازاي اعمل بلوكات، وازاي ان انا اشوفها، وازاي ان انا اكتبها في لغة البايثون. فيعتبر احنا بننقل من ان انا ببرمج حاجة زي سكراتش، لا ان انا بقيت ادخل في لغة البايثون، ولغة البايثون من اقوى اللغات حتى، يعني بيعتمد عليها في محطات الفضاء. اهو دي اللي هي قاعدة اف، قرب الواحد ونص الاثنين، والباقي بدأ ان هو يطبع لي هلو غزة هلو غزة هلو غزة، او خلينا نقول له مثلا فري غزه ونقول له اطبع. بصوا المهم الكود اتكتب ازاي، 4i in range، يبقى انا لما هكتب قاعده 4 اقول له 4i in range واقول له مثلا من 0 لـ10 او من 10، هو يفهم ان هو يبدا من 0، وبرنت فري غزه. طيب عايز ان انا اتعرف متغير، هروح هنا الفاريبل واقول له كريت فاريبل، واسمي الفاريبل ده مثلا واي، واقول له اوكي، فعمل لي الواي اهيت، تمام. فانا ممكن بعد كده اعرف مثلا الواي دي
اهي اعرفها بمتغير معين، مثلا هقول له ان الواي ده بتساوي مثلا 10، اسحبه كده واحطها هنا واقول له فور الواي اهو اطبع لي كذا. وممكن اقول له اطبع لي، قال له وورلت خلي بالك انها بين قوسين، ممكن اقول له لا اطبع لي الواي ديت، بس هو حاطها هنا بين قوسين. تعال نشوف الاستيتمنت، في واحدة هيت واي، تعال نشوف الفرق بينهم ايه. يعني هنا اوتوماتيك هو بيحط لي القوسين، هنا من غير قوسين ماشي. هقول له ستوب واقول له ايه اعمل رن. هنا برنت واي، واي دي يعني متغير، يعني هيروح العشرة ويحطها لي هنا، انما هنا بين قوسين يعني حاجة ثابتة، الواي مش هتتغير ماشي. طيب خلينا نشوف النتيجة. بكده احنا بنفهم ازاي لغة البايثون بتتعامل مع المتغيرات. ده متغير، ده مش متغير. ليه ده متغير؟ خلاص الواي بيروح للواي، هنا بين قوسين. لو انا عامل المتغير بتاعي برقم زي كده فهو بياخد العشرة ويحطها هنا عشرة. متغير ينفع ان هو يتجمع ويطرح ويتعامل معاه معاملة الارقام، انما هنا هو بيعتبر ايه ان ده اتنين دي كلمة ثابتة تمام. فهو لما تقول اطبع الواي فهو طبع الواي، اهي الواي طبع زي ما هي. بص هنا برنت واي، فلا الواي ده متغير فراح للمتغير، عرف ان قيمته ب 10 راح طبع لنا ال 10، راح للواي كانت طبعها زي ما هي في غزه اللي هي اللوب اللي هو بتاع فري. طيب انا عايز اقول له ان الواي بتساوي كذا تمام، بدل ما يطبع واي بس لا انا عايز يعمل، فممكن اسحب ديك كده مثلا اهو، اقول له ان دي مثلا الواي او دي واي مثلا، وهنا خليها مثلا قبل بتساوي. طيب تعال نشوف الكود، قبل بتساوي وبعد كده يعني دي بين قوسين فدي تكست ثابته مش هتتغير مهما حصل، مش هتتغير. الواي هيرجع ياخد القيمه دي وينزلها، يعني انا لو خليت الواي دي ب8 ال8 دي هتيجي تنزل هنا. خلينا نشوف الاوتبوت، هو كتب لي قبل بتساوي 8 اللي هي ديت، وبعد كده الواي، وبعد كده بدأ ياخد اللوب 4 in range.